بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الجلسة الثانية من كورس تصميم الويب. سنتحدث في هذه الجلسة عن أدوات والمهارات التي تلزم مصمم الويب في عمله. في البداية سنلخص ما تناولناه في المحاضرة السابقة. ما الخطوات التي سوف يقوم بها المصمم لتصميم موقعه؟ الأدوات التي يجب أن تتعلمها ومهارات أخرى، وطبعا هناك وظيفة. في الجلسة السابقة تحدثنا عن الإنترنت والويب وفرقنا بينهما. قلنا أن الإنترنت هي عبارة عن الشبكة الفيزيائية التي توصل إلى الحاسبات حول العالم، بينما الويب هي عبارة عن طبقة من البرمجيات المستخدمة فوق شبكة الإنترنت. تحدثنا عن آلية عمل موقع الويب، قلنا أنه يعمل بنمط سيرفر كلاينت، يقوم المستخدم بطلب الصفحة ويقوم المخدم بترجمتها وإرسالها له، وقمنا بشرح الآلية كلها. تحدثنا عن موقع الويب كيف يتم بناؤه ومما يتكون، وتحدثنا أيضا عن دور مصمم الويب في عملية بناء الموقع. الآن، ما هي الخطوات التي سوف يقوم بها مصمم الويب لكي ينجز عمله؟ أولا، سوف يقوم بجمع متطلبات الموقع من الزبون. سوف يقوم بتخطيط الموقع. سوف يقوم بعمل بحث في الإنترنت عن مواقع مشابهة للموقع الذي سوف يقوم بتصميمه من حيث الهدف أو الشريحة المستهدفة. سيقوم باستخدام فوتوشوب بتصميم نموذج لهذا الموقع، نموذج كامل كيف سوف يظهر الموقع بشكله النهائي. يقوم بعرضه على الزبون ومن ثم يصلح الأخطاء وإلى آخره. بعد ذلك يقوم بتوليد الكود أو بكتابة الكود الذي يوصف هذا الموقع باستخدام HTML، ثم يقوم بكتابة كود CSS الذي يحوي ستايل الموقع. يضيف التأثيرات اللازمة كعارض الصور وأي حركات إضافية في الصفحة. يقوم بالتأكد من عمل الموقع بشكل سليم ويسلمه للزبون. أولا، جمع المتطلبات. يقوم المصمم بالتواصل مع الزبون، ومن خلال تواصله يقوم بفهم المتطلبات التي يحتاجها الزبون من هذا الموقع. فقد يختلف تصميم الموقع وبناؤه إذا كانت الهدف منه للدعاية، أو مثلا هو موقع تعليمي مثل شبكة تعليم تفاعلية، أو موقع شخصي. فحسب غاية الزبون يختلف تصميم الموقع. لذلك يجب على المصمم أن يقوم بجمع المتطلبات التي يحتاجها الزبون بالضبط، منها الهدف والفئة المستهدفة من ناحية العمر أو البلد والاهتمامات. قد يكون لديه متطلبات خاصة، ربما لديه شعار معين فهو يحتاج ألوان معينة مثلا، وربما يحتاج نوع خط معين وإلى آخره. فنقوم بجمع جميع المتطلبات التي يرغب بها الزبون لتتواجد في الموقع الخاص به. بعد ذلك يقوم المصمم بوضع مخطط للموقع. هذا المخطط يتضمن قائمة الصفحات المختلفة التي ستعرض للزوار في الموقع. قد يكون لدينا صفحة رئيسية، صفحة تواصل، صفحة المنتجات وإلى آخره. رسم بسيط قد يكون على الورق مثلا، ليوضح هذه العناصر التي سوف تعرض. مثلا هنا في أعلى الصفحات يوجد ترويسة في الجانب، القوائم في الأعلى، أين تتوضع الصور في الصفحة وأمور أخرى. بعد أن يقوم برسم هذا البروتوتايب، يقوم بعرضه على الزبون ليتأكد من فهمه لمتطلبات الزبون وشكل الموقع الذي يرغب فيه. قبل أن تبدأ بتصميم الموقع فعليا من حيث الشكل والألوان، عليك أن تقوم بالبحث عن مواقع منافسة لهذا الموقع لتجد أو لتبحث عن الميزات والعيوب في هذه المواقع، لتقوم بالاستفادة من الميزات وتطويرها وتجنب هذه السلبيات. قم بإدخال يعني افتح مثلا جوجل واكتب مثلا
ربما تحتاج، ربما سوف تقوم بتصميم موقع لحلاق مثلا، فقم بالبحث عن باربر شوب ويب سايت، ابحث عن مواقع محلية مثلا أو محل حلاقة في سوريا مثلا، قم بإجراء عدة عمليات بحث ولاحظ المواقع الموجودة في بداية نتائج البحث، انظر إلى يعني حاول أن تتصفحها ولاحظ مثلا موقع مثلا فيه ألوان كثيرة وقراءة المحتوى فيه صعب، ربما تجد في موقع آخر أنك تصل إلى المعلومة التي تريدها بسرعة، مثلا تريد أن تعرف مكان هذا الحلاق أو كيفية التواصل معه فيمكنك أن تصل إلى الصفحة بسرعة، وتقوم بتسجيل هذه الملاحظات كي تستفيد منها في تصميم موقعك. الآن سوف نبدأ بالتصميم الفعلي. بعد أن تكتمل رؤية الموقع لديك، عرفت المتطلبات التي يحتاجها الزبون، عرفت المنافسين كيف، ما العيوب والميزات التي لديهم، الآن تفتح فوتوشوب وتبدأ بتصميم الموقع من خلال الرؤية التي أصبحت لديك. طبعا يفضل أن تقوم برسمه أولا على ورق ومن ثم تبدأ بالتصميم على فوتوشوب. لا يهمك محتوى الموقع من حيث النص، هذه مشكلة الزبون، يعني املأ المحتوى بأي محتوى، لكن أنت يهمك مكونات الموقع، القوائم، الترويسة، عارض صور، أشياء أخرى. قد يوفر لك الزبون بعض البروشورات وبوسترات وأمور أخرى، قم باستفادة من الصور الموجودة فيها وألوانها ووضعها في التصميم، هذا يعني يولد انطباع جيد لدى الزبون. بعد أن تنتهي من تصميم النموذج، تقوم بتصميم نموذج لصفحة كاملة تقوم بعرضه على الزبون وتقوم بإجراء التعديلات إن لزم. بعد الانتهاء من التصميم وقد وافق الزبون عليه، تقوم بكتابة كود HTML الذي يقوم بتوصيف هذه الصفحة التي سوف تقوم بعرضها. طبعا هناك أدوات جاهزة، يعني تتوفر في الفوتوشوب ميزة تقوم بتوليد الصفحة تلقائيا، سوف نشرح عليها أنا في وقت لاحق، لكن في هذا الكورس سوف نركز على مبادئ اللغة وعلى كتابة الكود من الصفر بحيث يعمل هذا الكود على جميع المتصفحات. إن تمكنا من تعلم اللغة بشكل جيد وكتابة الكود بأنفسنا، بعدها سوف تصبح قادرا على استخدام أي كود أو أي طريقة أخرى لتوليد الكود، لكن عليك أولا أن تتعلم المبادئ والطريقة البدائية حتى تستطيع استخدام الطرق المتقدمة. بعد الانتهاء من كود التوصيف، تقوم بإنشاء كود ستايل الموقع، هو ملف يحوي عنصر مواصفات كل عنصر من عناصر الصفحة، مثلا لديك صورة ترويس، أبعادها كم، العرض والطول، لديك مجموعة من الخطوط المستخدمة في الموقع، تقوم أيضا بوضعها في ملف الستايل، النصوص، أبعادها، حجم الخط، ألوانه إلى آخره، هي مجموعة من المواصفات التي المشتركة لعناصر من الموقع تقوم بوضعها في ملف الستايل CSS. يوجد برمجيات جاهزة لتوليد هذا الكود أيضا، لكن سوف نتعلم الكتابة من الصفر. حتى هذه اللحظة أصبح الموقع لديك كاملا، قد تحتاج إضافة بعض التأثيرات إلى الموقع، مثلا لديك عارض الصور، عارض الصور يعني تظهر صورة أولى تختفي وتظهر صورة ثانية وهكذا، فربما يطلب منك أن تقوم بوضع عارض صور في الصفحة، سوف نستخدم هنا جافا سكريبت وجيكوري لإضافة هذه التأثيرات. سوف نقوم بالاستفادة من تأثيرات جاهزة وسوف نقوم بتصميم تأثيرات حسب الرغبة. الأدوات التي تلزمك كمصمم ويب، يلزمك فوتوشوب،
يلزمك HTML CSS JavaScript وجيكوري. أما المهارات، مهارات تواصل كي تفهم على الزبون المتطلبات التي تلزمه ولا تحتاج لإعادة العمل أكثر من مرة. تلزمك مهارات في البحث في الويب، لا يتوقف ذلك فقط على البحث عن المنافسين، إنما قد تحتاج للبحث عن أدوات، عن أكواد جاهزة، وعن صور وعن أمور أخرى سوف نتحدث عنها عندما نبدأ في العمل بالمشروع. مهارات تخطيط وإدارة الوقت، طبعا هناك بالتأكيد ديدلاين أو موعد نهائي لتسليم التصميم، لذلك عليك أن تدرس وقتك بشكل جيد كي تستطيع أن تسلم دون أن تسبب مشاكل لنفسك. هناك مهارات تلزمك كمصمم وليس يعني هنا يعني الكود مثلا يمكن أن يكتبه أي شخص يعرف اللغة، لكن التصميم نفسه أن يكون تصميم جذابا أو جميلا وملفتا، هذه مهارات لا يمتلكها أي شخص. من الأفضل أن تمتلك هذه المهارة. أحيانا يأتيك يعني أنت مصمم ويب، أحيانا يأتيك التصميم جاهزا، يعني يعطيك الزبون مثلا تصميم فوتوشوب ويقول لك قم بتحويله إلى موقع. هذه العملية سهلة نوعا ما، لكن أن تقوم أنت بتصميم الموقع في الفوتوشوب فهذه تلزمك يعني مهارات إضافية حتى يصبح الموقع ملفتا للنظر. في هذا الكورس لن نتطرق إلى هذه الناحية، في هذا الكورس لن نتحدث عن جمالية الموقع، وإنما سوف نتحدث عن التقنيات التي تلزمك ليصبح الموقع، لتجعل الموقع يعمل. تمام؟ أما الأمور المتعلقة بالتصميم كفن أو التصميم كجمال و أن تقوم بعمل تصميم ملفت للنظر، سوف نتحدث عن بعض الأفكار التي تساعدك في ذلك، لكن سوف لن أعلمك كيف تقوم بتصميم. فيعني هذه تحتاج دورة مفصلة يعني، وحتى عدة دورات. فتركيزنا هنا على الأدوات أو التقنيات وبعض المهارات. سوف نتحدث عن بعض مهارات التصميم التي تلزم، لكن لن نخوض في مهارات التصميم. يجب أن يكون لديك اطلاع دائم على الأدوات، أحدث الأدوات والتقنيات الموجودة. إلى هنا تكون انتهت جلستنا. لديكم وظيفة، الوظيفة الأولى سوف تبدأون كل منكم بمشروع خاص. اختر فكرة للموقع سوف تقوم بتصميمه خلال الدورة. اجمع المتطلبات واكتبها. يمكنكم أن تعملوا ضمن مجموعات. هناك أيضا مجموعة من المقالات التي سوف تقومون بترجمتها، سوف أضعها لكم في المجموعة. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.